ايوكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. الفيديو بتاعي النهارده هنتكلم على امتى اعرف ان ابني محتاج جلسات تخاطب. ناس كتير جدا بتقول لي انا مش عارفه امتى ابدا مع ابني جلسات تخاطب، وايه الحاجات اللي تخليني فعلا اتوجه لاخصائي تخاطب بلاحظها على ابني. هنقول حبه حاجات كده لو موجوده عند الطفل نحاول ان هو يبدا ياخد جلسات تخاطب. اول حاجه لما نلاقي الحروف عنده بتطلع بشكل غلط، تمام، لما نلاقي الحروف عنده بتطلع بشكل غلط. تاني حاجه لما يكون الطفل مش عارف يعبر عن احتياجاته بجمله، لما يكون الطفل مش عارف يعبر عن احتياجاته بجمله، يبقى اول حاجه لما تكون الحروف عنده بتطلع غلط. تاني حاجه لما يكون الطفل مش عارف يعبر عن احتياجاته بجمله. تالت حاجة لما ابنك يوصل سن 3 سنين ولسه ما تكلمش. تالت حاجة لما الطفل يوصل لسن 3 سنين ولسه ما تكلمش. رابع حاجة لما ابني يكون بيقول كلام كتير جدا اللي هو بنسميها بيبرطم واحنا مش فاهمين اي حاجة. لما يكون الطفل بيقول كلام كتير جدا واحنا مش فاهمين اي حاجة من اللي هو بيقولها. لما يكون ابني مش عارف يفرق بين فكرة ان مثلا في الكلام ده كتير ودول قليل، في حاجات مفردات معينة الطفل مش بيعرف يكتسبها لوحده رغم ان هو بيكون 5 أو 6 سنين، وده في اللغة هو كده لسه مش عارف يتكلم قوي زي اللي في سنه. حاجة كمان لما ابني ما يعرفش يسرد قصة او حدوتة. يعني ايه ما يعرفش يسرد قصة او حدوتة؟ يعني خرج راح مكان مثلا ايا كان، المفروض يقول احداث من اللي حصلت في المكان، حدث حدثين، مش لازم قصة اللي هو قصة، يعني ممكن ان هو مش عارف يقول الاحداث اللي حصلت، تمام، مش عارف يعبر عن الاحداث اللي حصلت او احداث يومه. لو ابني ما بيعرفش يتكلم بطلاقة وبيتهته في الكلام، يعني لو في تهتها او تلعثم المفروض ان احنا بناخد جلسات تخاطب. يبقى لما يكون الطفل بيتهته او بيتلعثم في الكلام المفروض ان احنا بناخد جلسات تخاطب. كمان لما ابني يكون بيتكلم كلام قليل جدا مش مناسب لسنه، يعني مثلا يكون الكلمة بيقول منها مقطع واحد من الكلمة، يبقى لما يكون الطفل بيتكلم كلام قليل جدا او بطريقة غلط مش مناسبة لسنه مفروض برضو ناخد جلسات تخاطب. تمام. كمان لو ابني ما بيعرفش يجاوب على اسئلة زي مثلا ليه احنا مثلا ليه لما بنعيا بنروح، يعني اسئله اللي هي زي اسئله للسبب والنتيجه، بمعنى مثلا احنا ليه مثلا بنروح المدرسه، مثلا سؤال زي مثلا احنا لما بنتعب بنروح عند مين، بنروح لمين عشان ناخد الدواء. يعني في اسئله كده كتير جدا الطفل بيكون وصل سن 7 سنين أو 6 سنين ومش عارف اجابتها، تمام، اللي هي المفاهيم المفروض يكون اكتسبها. فبالحاله دي المفروض ناخد جلسات تخاطب. كمان المفروض لو هو الطفل مش عارف يفرق بين الضمائر هو وهي، مش عارف المذكر من المؤنث، ده بيبقى عامل مشكلة برضو في الكلام، لأن هو مش هيبقى عارف يبني لغة. يعني لما يجي يحكي حاجة أو يسرد حدث مش هيبقى عارف الحدث اللي بيقوله ده عن واحد، عن حد مذكر ولا عن حد مؤنث، عن واحد ولا عن واحدة. يبقى احنا هنا كده الأطفال اللي بتحتاج امتى أعرف إن ابني محتاج جلسات تخاطب، حبة الحاجات او الاسباب اللي احنا قلناها دي نحاول نلاحظها، لان كل ما احنا اتفقنا قبل كده كل ما كنت بتحرك بدري كل ما كان النتيجة افضل مع ابني او بنتي. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، امتى اعرف ان ابني محتاج جلسات تخاطب. نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامة.